مرحبا طلابنا الأعزاء، أهلا وسهلا فيكم في منصة خطوة بخطوة. أنا أفريت بيطار، رح كون معكم بكتاب سوسيال بيلجيلير دورت، يعني المعلومات الاجتماعية بالصف الرابع. كتابنا من اسمه واضح عن شو رح يحكي. رح نحكي عن حياتنا الاجتماعية، عن الفرد وعن الأشياء اللي بتميز هذا الفرد والمجتمع، وكل الثقافة اللي بتميز كل مجتمع أو الخصائص اللي بتميز تفصل المجتمعات عن بعضها. فإذا كتابنا ممتع جدا، رح نتعرف فيه على الحياة الاجتماعية. نبدأ بالوحدة الأولى. الوحدة الأولى برينجي دارس براي فيتو بلوم. براي فيتو بلوم يعني الفرد والمجتمع. في هاي الوحدة رح نبدأ بالتعرف على هويتنا، التعرف على هواياتنا. الهوية يعني مين نحن، والهوايات شو منحب وشو اللي بيشد انتباهنا، ورح نبدأ كمان نتعرف على الأشخاص اللي حوالينا. صديقتنا اللي اسمها بيلجا عم تعرفنا عن حالها بالأول، وعم تقلنا انه هي بتحب درس سوسيال بيلجيلير، المعلومات الاجتماعية، وعم تعرفنا شو هي سوسيال بيلجيلير. فعم تقول صديقتنا بيلجا انه المعلومات الاجتماعية او الحديث عن السوسيال بيلجيلير هو بيشرح لنا هذا الدرس التفاعل اللي بيصير على الأرض بين الإنسان والمحيط اللي حواليه. المحيط اللي حواليه اللي هو بيكون إما ناس مثله يعني أحياء، أو بيكون كائنات تانية. طيب هذا التفاعل اللي بيصير بين الناس وبين الطبيعة بيأثر على حياة الإنسان، له تأثير اجتماعي على حياة المجتمعات والإنسان كفرد. طيب السوسيال بيلجيلير هي وظيفتها أنه تلاحظ هاي التأثيرات وتشرح لنا إياها من حتى نحن نفهمها وناخد دروس منها. تقلنا بيلجا مرحبا بني مدن بيلجا. مرحبا اسمي بيلجا، يعني بيلجا هو اسم وفينا نستخدمه كإنسانة حكيمة أو عالمة. سوسيال بيلجيلير درسيني özel bir ilgi duyuyorum، يعني أنا عندي اهتمام خاص بدرس سوسيال بيلجيلير المعلومات الاجتماعية. Sosyal konular hakkında araştırmalar yapmayı ve yeni bilgiler öğrenmeyi çok seviyorum. عمت إلنا صديقتنا بيلجا إنه أنا كتير بحب اهتم بمواضيع الاجتماعية وابحث عنها. أراشترمالار يعني أعمل أبحاث عن هذا الموضوع. Bu nedenle çevremdekiler tarafından sosyal bilge diye çağrılıyorum. لهالسبب الناس اللي حوالي çevremdekiler يعني الناس الذين يعيشون في محيطي بنادولي çağrılıyorum، يتم ندائي من قبلهم على أساس أنه العالم الاجتماعي سوسيال بيلجي. Sosyal bilgiler المعلومات الاجتماعية insanın canlı ve cansız çevreyle etkileşimini açıklamaya çalışır. هون عم تشرح لنا شو هي السوسيال بيلجيلير. عم تقلنا المعلومات الاجتماعية تهدف إلى شرح التفاعل etkileşim اللي بيصير بين مين ومين، بين الإنسان والبيئة المحيطة فيه الحية والغير حية، جانسو في جانسز يعني بين الإنسان وبين الكائنات اللي حواليه الحية والغير حية. Bu amaçla bizlere yeryüzünde meydana gelen doğa olaylarını tanıtarak bunların hayatımıza etkilerini gözler önüne serer. Sosyal bilgiler بيشرح لنا الأحداث الطبيعية اللي صارت على وجه الكرة الأرضية وشو أثرت علينا بلحظة وبيشرح لنا إياها. هذا هو السوسيال بيلجيلير وهي فائدته بحياتك. أيضا إضافة إلى ذلك toplumsal bir varlık olan insanın hak, ödev ve sorumluluklarının neler olduğunu belirtir. يعني عم تقلنا إضافة لأنه بيشرح لنا التفاعل اللي بيصير بين الإنسان وبيئته، كمان هو بيخلينا نتعرف على
حقوقنا hak, ödev, vacibatna ve sorumluluklarınız yani mesuliyet. Böylece insanın sosyal yönünü geliştirerek onu toplumsal hayata hazırlar. وهيك بيطور عند الإنسان الاجتماعية تبعيته وبيحضره للمجتمع. Sizin bu yıl başladığınız dördüncü sınıfta ve önümüzdeki yıllarda göreceğiniz derslerden biri de sosyal bilgiler olacak. انتو هلا صرتوا بالصف الرابع دردنجو سنف ومن هال باعتبارا من الصف الرابع وبالسنوات القادمة رح نضل عم ناخد دروس سوسيال بيلجيلر. سيزلر سوسيال بيلجيلر derslerinde edineceğiniz bilgi ve beceriler sayesinde dil ve tarih bilincine sahip olacaksınız. يعني انتو بسبب بفضل هاي الدروس اللي رح تاخدوها دروس السوسيال بيلجيلر رح يصير عندكم وعي تاريخي ولغوي وثقافي يعني. وطننزا وملتنزا olan sevginizi pekiştirecek. هالشي رح يخلي يقوي حبكم sevginizi للوطن والشعب. ملتي الشعب وطننزا لوطنكم وشعبكم. Hak ve sorumluluklarınızın farkına varacak. رح تصيروا تدركوا أي تعرفوا شو يعني الحق وشو يعني المسؤولية الخاصة فيكم تجاه وطنكم تجاه شعبكم تجاه أنفسكم. إنسان hakları konusundaki duyarlılığınızı geliştireceksiniz. رح تصيروا تعرفوا كتير منيح شو يعني حقوق الإنسان. Ayrıca doğru karar veren ve sorunlara çözüm üreten bireyler olarak yetiştireceksiniz. yetişeceksiniz. İdafeten ünkon rahsiru aşkhas kadirin ala ahlil karar ve ibtikar hulul. Den kil had rah nistafidu min kitab sosyal bilgiler. İzen sar anna sosyal bilgiler bi şu bitfidna? Bitfidna awal şey bi inu nihne nifham التفاعل اللي بيصير بين الانسان وبين البيئة المحيطة في يعني هاي العملية اسمها حياة. باختصار اسمها الحياة الاجتماعية. بتفيدنا أيضا بأنه نحن نعرف شو حقوقنا شو واجباتنا وشو مسؤولياتنا. بتفيدنا لحتى نصير نحترم حقوق الآخرين ونتفهم آراءنا المختلفة عنا ونعرف نتعامل معهم. وكمان السوسيال بالجيلار بتخلينا نعرف ناخد القرار الصحيح ونفهم حالنا كتير منيح. نعرف نحن شو منحب شو منكره ونفهم الإنسان اللي قدامنا. باختصار بتعلمنا كيف نعيش. طيب عم يقولوا لنا هون herkesin bir kimliği var يعني لكل شخص هوية خاصة به. herkesin bir kimliği var kimlik هي الهوية. برأيكم شو الصفات اللي بتفرق الناس عن بعضها؟ يعني كل إنسان فينا له صفات معينة بتخليه هو مميز عن باقي الناس. لو فكرنا بهذا السؤال شو ممكن يخطر على بالنا أجوبة؟ أول شيء ممكن يخطرنا هو شكله، يعني شكل الوجه، لون العيون، لون الشعر، الطول، الوزن، هاي اللي منسميها صفات فيزيائية. طيب في شغلة كمان كتير مهمة اللي هي البصمة، بصمة العين وبصمة الإيد، بصمة الأصابع اللي مستحيل تكون عن شخص مثل التاني، وبصمة العين كمان مستحيل تكون عن شخص مثل التاني. يعني مثلا بصمة سارة مستحيل تكون مثل بصمة أحمد، حتى لو كانوا سارة وأحمد إخوات، حتى لو كانوا من نفس الأم والأب. لهيك هن بيستخدموا هاي البصمات، ونفس الشيء بصمة العين، يعني بصمة هاي القزحية اللي بتكون بقلب عيننا بتعطيها لون اسمها قزحية. هاي البصمات بنستخدمها بتحديد الهوية. طيب شو ممكن يكون في عنا صفات بتميز الناس عن بعضها غير الصفات الخارجية، يعني غير الشكل، غير الطول، غير البصمة؟ كمان اللي بيميز الناس عن بعضهم هن صفاتهم الخاصة فيهم، يعني طبعهم، الطباع. هذا الشيء نحن بنشوفه بحوالين بالناس اللي حولنا، بأصدقائنا، بإخواتنا، بأهلنا. مثلا أنا صديقتي ليلى بتحب الركض، ف
فأنا بعرف أنه ليلى نشيطة كتير وبتحب الركض، فعندها صفة النشاط والحركة، هاي صفة بتميزها عن غيرها من الناس. هاي الصفات وخاصة الصفات الجسدية، الصفات الخاصة بالإنسان اللي نحن منشوفها مثل البصمة ومثل المعلومات الشخصية، كلها بتكون مجتمعة بكملك، يعني هوية خاصة بالإنسان. هاي الهوية كل المواطنين اللي عايشين بأي دولة بالعالم من حقهم أنه ياخدوها من أول ما بيولدوا، بياخدوا هاي الهوية، بيكون فيها معلوماتهم الشخصية، بيستخدموها بكل شيء بحياتهم، بيستخدموها أول ما بيدخلوا على المدرسة، يعني إثبات شخصي لألهم، أو بالمشافي أو بالسفر، بأي مكان بيحتاج إثبات. هاي الهوية هي شيء خاص فيهم بيميزهم عن غيرهم من الناس وبيثبت شخصيتهم. طبعا هاي الهوية بياخدوها من الدولة، الدولة هي بتعطيهم هاي الهوية. خلونا نقرأ هذا النص اللي هو بيشرح لنا هذا الكلام اللي أنا حكيته هلأ. Ne kadar benzer olursa olsun, hiçbir insanın özellikleri başka birinin özellikleriyle aynı değildir. Bilna, قد ما كنا متشابهين، benzer يعني مشابه، مستحيل يكون في إنسان صفات إنسان مثل التاني. Çevrenizdeki insanları incelediğinizde her birinin dış görünüşü ve davranışlarıyla diğerlerinden ayrıldığını fark edersiniz. لو لاحظتوا الناس، لو انتبهتوا أو لاحظتوا الناس اللي حواليكم، تشبرينزدكي بالمحيط حواليكم، بالبيئة التي تحيط بكم، كنتوا انتبهتوا على صفاتهم الخارجية، دشكورنشو المظهر الخارجي، ودافرانشلار يعني سلوكهم تصرفاتهم، هي اللي بتفرقهم أو بتميزهم ayrıldığını, bitmeyizon an gheron, anil akharin. İnsanın kendine özgü özellikleri denilince akla ilk olarak parmak izleri gelir. Lema menfekker nehna bil şey illi bimeyiz insan an gheron, awel şey bikhtur abalna huwe parmak izi. Yani basmat al asba, parmak izleri basamat al asaba. Ancak parmak izlerimizin dışında yüz şeklimiz, gözümüzdeki iris tabakası, sesimiz, yürüyüşümüz ve kalp atışımız da tıpkı parmak izlerimiz gibi benzersizdir. Kemal fi anna umur hiye bitmeyizna an ba'in nas ve ma fi hada bişbehne fiyya benzersizdir. Yani ma hada bişbehne fiyya. Mitil, gher basmatıl asabi'a mitil. إيريس طبقه، يعني طبقة القزحية. شو كمان؟ يوز شكلمز، شكل وجهنا. سيسيمز، صوتنا. يوريوشمز، مشيتنا. قلب أطشمز، نبضات القلب، ضربات القلب الخاصة فينا. هاي كلها أمور بتميزنا عن غيرنا من الناس، مستحيل تكون متطابقة مع شخص تاني. بالحياة بيعيش أكثر من 7.5 مليار إنسان، يعني جميع عدد سكان العالم كله أكثر من 7.5 مليار إنسان. كل هدول الناس وكمان الناس اللي كانوا عايشين من قبل بالماضي اللي توفوا، وحتى الناس الأطفال اللي رح يخلقوا من جديد، كلهم رح يكونوا بيحملوا صفات فيزيولوجية، يعني صفات جسدية خاصة فيهم بتميزهم عن باقي الناس، مثل بارمك إيزي، مثل إيريس طبقسة، ومثل صفاتهم الدشكورنوش، الصفات الخارجية. هذا اللي عم تقلنا يا هاي الفقرة. تعالوا نقرأ. شو عندا دنيا دا 7.5 مليار فازلا إنسان يشمكتدر، يعني يعيش الآن في هذه الحياة أكثر من 7.5 مليار إنسان. داهل olmak üzere، عفوا geçmişte yaşayanlar da dahil olmak üzere bu insanların hepsi biriciktir. و إضافة للناس اللي كانوا عايشين بالماضي، geçmişte في الماضي، yaşayanlar الذين كانوا يعيشون. biriciktir، هلا biricik يعني مميز أو فريد من نوعه. aynı durum doğacak bireyler için de geçerlidir. ونفس الوضع هو أيضا صالح أو ساري، يعني بيصير على الناس اللي رح تولد من جديد، على الأفراد اللي سوف تنولد. إذن هاي أشياء خاصة بالإنسان
سواء اللي عايش هلأ بجميع أنحاء العالم أو اللي كانوا عايشين بالماضي أو حتى اللي حينخلق من جديد. اليوم حكينا عن الصفات اللي بتميز الإنسان، بالدرس القادم رح نحكي عن الهوية اللي بتجمع هاي الصفات اللي بتميز الإنسان. نلتقي بالدرس القادم.